اللي رصدتها اللجنه الفنيه للفيفا في الثلاث مباريات في كاس العالم للانديه اللي حقق فيها الاهلي طبعا الميداليه البرونزيه. لو بدانا بالجوانب البدنيه هنلاقي مثلا، واحنا قلنا جزء من ده طبعا في ماتش اتحاد جده، لكن هنقول بقى الثلاث ماتشات، هنلاقي مثلا مروان عطيه قطع مسافه 10997 متر في مباراه اتحاد جده ومسافه 10060 متر في مباراه فلومينز البرازيلي، اهي معانا الارقام على الشاشه اهي طبعا ده توثيق يعني، ومسافه 10090 متر في مباراه اوراوا الياباني، يعني في 8 ايام 3 مباريات قطع فيهم مروان عطيه مسافه تقريبا 31 كيلو متر، يعني المفروض يخش على صيانه ال 1000 كيلو كمان شويه. امام عاشور بقى، وبرده عشان ما نبقاش بنقول مروان عطيه المره اللي فاتت قلنا في ماتش اتحاد جده ان هو كان مميز جدا وليه خد احسن لاعب في ماتش اتحاد جده، لا امام عاشور بقى قطع مسافه 8758 متر في مباراه اتحاد جده ومسافه 10042 متر في مباراه فلومينز البرازيلي و11124 متر في مباراه اوراوا الياباني، يعني مجموعه تقريبا حوالي 29 كيلو متر، يعني مش بعيد عن مروان، قريبين جدا في ثلاث مباريات في 8 ايام ايضا. طب تعالى نشوف بقى اللاعب اللي لعب مباراتين، احمد نبيل كوكا واللي شارك في مباراتين اثنين بس، حلو، قطع مسافه 907 و 9703 متر امام اتحاد جده ومسافه 11542 متر في مباراه اوراوا الياباني، يعني تقريبا مجموع اكتر من 20 كيلو متر في المباراتين. ده بس الجانب البدني، لكن لو اتكلمنا بقى عن التحركات والتمريرات الايجابيه والتمريرات بين الخطوط هنلاقي ارقام مميزه للثلاثي خط وسط النادي الاهلي. تعالوا بقى نخش على مثلا مروان عطيه، عمل 39 تحرك ايجابي لاستلام الكره امام اتحاد جده، 25 تحرك ايجابي لاستلام الكره امام فلومينينز البرازيلي، الارقام مع حضراتكم على الشاشه، و51 تحرك ايجابي لاستلام الكره، منهم 32 تحرك هجومي امام اوراوا الياباني، ده رقم كبير جدا. طيب امام عاشور، وهنعرف ليه امام عاشور خد رجل المباراه في مباراه البرونزيه امام اوراوا، امام عاشور عمل 22 تحرك ايجابي لاستلام الكره امام اتحاد جده و30 تحرك ايجابي لاستلام الكره امام فلومينينز البرازيلي و72 تحرك ايجابي، شايف الرقم 72 تحرك ايجابي لاستلام الكره امام اوراوا الياباني، يمكن الرقم كبير، رقم كبير قوي، يفسر ليه امام عاشور حصل على جائزه رجل المباراه في مباراه الميداليه البرونزيه. طب تعال نروح لاحمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا 37 تحرك ايجابي لاستلام الكره امام اتحاد جده و56 تحرك ايجابي لاستلام الكره في مباراه اوراوا الياباني، يعني على مستوى التمريرات الناجحه بقى تعالوا نشوف التمريرات عشان نشوف دقه تمرير اللاعبين في نص الملعب. مروان عطيه عمل 45 تمريره منهم 39 تمريره ناجحه امام اتحاد جده و38 تمريره منهم 83 تمريره امام فلومينينز البرازيلي و56 تمريره منهم 53 تمريره ناجحه امام اوراوا الياباني، يعني بدقه تمرير 93% وده رقم هايل للاعب بيبذل مجهود كبير جدا في وسط ملعب النادي الاهلي. طب تعال نروح لامام عاشور اللي عمل في اول مباراه 27 تمريره منهم 21 تمريره امام اتحاد جده وعمل 29 تمريره منهم 24 تمريره ناجحه امام فلومينينز البرازيلي و47 تمريره منهم 81 تمريره ناجحه امام اوراوا الياباني، يعني قريب من برضه فوق 90%. كوكا بقى اللي ارقامه كمان كانت مميزه في الماتشين اللي لعبهم وقدم اداء هايل، لكن قدام اتحاد جده عمل 27 تمريره منهم 25 تمريره، انت متخيل اثنين ميس باص بس الكوكا في ماتش زي ده تمريره ناجحه، وقدم قدام اوراوا الياباني 44 تمريره منهم 41 تمريره ناجحه، ودي دقه تمرير قريبه من قد تكون 100% تقريبا، يعني موهبه حقيقيه في خط وسط النادي الاهلي، ده اللي بيبين ليه اللاعب ده من الكام ماتش اللي لعبهم راح منتخب مصر. الارقام دي بتفسر ليه الاهلي بيمتلك افضل خط وسط في افريقيا، لان لما تحب تقيس مستوى لعيبتك فلازم ده يكون قدام فرق من المستوى العالمي، مستوى عالي قوي كمان، يعني لما تكون تحت ضغط كمان والارقام مش بتكذب، انت بتتكلم عن 3 ماتشات في 8 ايام ولعيبه الاهلي يعني عامله فيهم الارقام الهائله دي، ولذلك من الطبيعي جدا ان احنا نشوف خط وسط النادي الاهلي هو خط وسط منتخب مصر، يعني جرب وانت هتشوف اللعيبه دي عامله الارقام دي قدام فرق عالميه، وده مش كلام عن اللاعب بعينه لكن ده كلام وتحليل الفيفا عن منظومه النادي الاهلي ككل، الاشاده هنا للفريق ككل، لان مفيش لاعب بيتقال عليه كلام لوحده، لا في شغل من مدرب وجهاز فني وفي عمل جماعي من الفريق بشكل كامل، وعشان كده بتلاقي كل ارقام لعيبه الاهلي في كاس العالم للانديه ومختلف البطولات بالمناسبه بتكون مميزه جدا. لكن ازاي الفيفا بيوصل لهذه الارقام؟ وازاي طورت لجنه ارسن فينجر التحليل الفني لمباراه كره القدم؟ هنعرف ده ولكن مع فيديو خاص من باسكال تسوبي خبير التحليل الفني للفيفا وعضو لجنه تحليل مباريات كاس العالم للانديه. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده سريعا ونرجع تاني.
لقد عملنا على تطوير لغة كرة القدم في الفيفا خلال السنوات الأربع الماضية لكي نفهم اللعبة بشكل أمثل، وهذا يعني أن تحليلاتنا وأحاديثنا حول كرة القدم تتماشى مع كيفية رؤيتنا للعبة على الصعيد الفني، لنكون أيضا متأكدين من أن المدربين والجميع ممن نتشارك معهم إحصائياتنا وتحليلاتنا يستوعبون ويرون كرة القدم بنفس الطريقة التي نراها. لقد عملنا سويا مجموعة الدراسات الفنية وكذلك مجموعة محللي الأداء، ولذلك بعد كل مرة وأحيانا أثناء المباراة نفسها ومن خبراتنا الفنية نراقب كل شيء في المباراة وبشكل متخصص، ثم نناقش ما حللناه من وجهة نظرنا الفنية مع الأرقام التي يرصدها محللو الأداء، وبعد المباراة نجمع كل هذه البيانات والتحليلات في اجتماعات فنية منتظمة خلال البطولات، ونستخدم كل هذه البيانات الدقيقة لإصدار تقاريرنا التي تمثل عمق الجوانب الفنية وبشكل مفصل لنتيجة تقاريرنا التي يقدمها الفيفا عبر منصاته. لقد كان من الرائع أن نرى قناة النادي الأهلي تستعرض هذا العمل الرائع الذي تقدمه مجموعة الدراسات الفنية ولجنة التحليل الخاصة بالفيفا عن البطولة. نشكركم شكرا جزيلا. الحقيقة احنا لازم قبل ما نشكر طبعا مسكال ونشكر عمر البارومي، نشكر النادي الأهلي اللي موصلنا للعالمية وبيتواجد بمجهود مجهود إدارته ولاعيبته وجهازه الفني وكل منتسب النادي الأهلي في المحافل العالمية، وبيدينا الفرصة أننا نستعرض هذا المستوى الرائع. الفيفا دايما بيشيد بالنادي الأهلي وده مش جديد علينا، لكن أنا لازم أشكر باسكال على الفيديو اللي هو عمله لنا ده، ويمكن هو قدم لنا فيديو بيشكر فيه قناة النادي الأهلي وبيتكلم عن دور اللجنة الفنية، ويمكن زميلنا عمر البنوبي هو اللي وصل للمجهود ده. يعني إحنا في قناة النادي الأهلي في مجهود بيتعمل عشان نوصل للحاجات دي، فلازم كل واحد ياخد حقه.